ما بالظبط. انا عايز اسمع منكم التشكيل بقى، يعني ايه يعني احنا مع بنستعرض، ممكن ورينا نستعرض التشكيل تشكيلة يا شباب. غانا الأول يا كابتن إسلام، عشان زي ما مصطفى بيقول كده ممكن نركز على بعض مفاتيح اللعب عندهم أو اللعيبة اللي هي يعني ممكن تظهر بشكل كويس جدا. بنتكلم زي ما بنتكلم معاك كده في ماشي التشكيلة هنا. الفريق دايما بيلعب 4 2 3 1، اوكي 4 2 3 1 بنتكلم على قلوب الدفاع هنا ثلاثة يعني بالظبط اهو الشباب ماشيين معانا، واندري ايو ماشي وجوردن ايو اوكي. بنتكلم على الاربعه اللي ورا ده دايما ثابتين يا كابتن اسلام، حتى اللاعب اللي اسمه منساء اللي هو الباك الشمال هنا كده ممكن تشوف هو اتجاه الملعب هنا مع الشباب يعني بادئ من فوق ماشي. الدايركشن لتحت يعني في حارس المرمى. بنتكلم على الاربعه اللي ورا، عايز اقف بس عند الظهير الايسر عندهم منساء دوت، هو دايما بيشارك بشكل كبير جدا، هو طبعا فول باك بيطير بيشارك في الكروسات بشكل كبير جدا، حتى ارقامه في اخر 5 مباريات عمل 12 كروسه يا كابتن اسلام، اوكي منهم 5 بشكل صحيح دقته بتوصل ل 41%، وهم ده دايما بيعتمدوا عليه في الكرات جدول العرضيه مساء بالظبط كده. بنتكلم برضو على لاعب الايو اللي هو في نص اندريا الملعب ايو اندري ايو ده دايما برضو بيشارك في الكورسات وبيشارك في التمريرات المفتاحيه وصانع الالعاب والاسيست بشكل كبير جدا، وارقامه حتى بتعكس الكلام ده كله، فده برضو من احد مفاتيح اللعب عنده. فاحنا لازم نركز ان في مفاتيح لعب بتشتغل على الكورسات والعرضيات، هم عارفين هم بيعملوها ازاي طيب. من على الاطراف زي ما احنا قلنا. محمد برضو من الجانب الآخر كيف ترى هذه المباراة؟ وقول لنا تشكيل مصر من وجهة نظرك. اول حاجه لازم الثلاثي بتاع وسط ملعب يكون فيه تغيير فيه، لان انا محتاج لاعب وسط رقم 6 قوي يقدر ان هو كلنا بينهي متفقين على هذا هجمات، لاعب الأمر. بيقدر ان هو يباص يقطع كويس بالظبط، يقطع ويقدر ان هو يبني هجمات بشكل كويس، ودايما بيسد لي الفراغ بتاع منطقه الوسط اللي الملعب كان اللي واضح كان في دايما واضح الالعاب في اللي انت اللقطات اللي احنا جبتها. شفناها. ف يعني اقرب حد والاميز حد في الحته دي مروان موجود، هو الوحيد في القائمه، هو مروان عطيه، ما فيش غيره، وما ينفعش مروان عطيه يكون بالمستوى الهائل اللي بيقدمه افضل لاعب في اول مباراه في كاس عالم الانديه امام اتحاد جده وما يكونش موجود اساسي في المباراه دي. زيزو ما ينفعش يكون موجود وسط ملعب، يعني لو انا هلعب بزيزو على حسب سير المباراه انا ممكن بقى اغير العب ب 4 4 2، العب باثنين ديفندرات اقوياء مع زيزو يكون موجود ناحيه اليمين مع تريزيجيه ناحيه الشمال، وادخل صلاح في القلب مع مصطفى محمد، ويبقى ده الشكل اللي لعبنا بيه حتى بمناسبه وقت كيروش في بعض الاوقات. ولكن في طريقه 4 3 3 وان انا ادي لزيزو فكره ان هو او 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 حريه ان هو يطلع على الجناح ناحيه اليمين وافرغ وسط الملعب في وجود لاعب زي محمد النني ضعيف في الناحيه انهاء الهجمات، فهيكون صعب جدا. فعشان كده انا من رايي ان مروان عطيه يكون موجود في مركز 6 جنب محمد النني في مركز رقم 8، والتالت بتاعهم يكون حمدي فتحي او امام عاشور. يعني هو الثلاثي ده لازم يكون بالتوليفه دي وبالشكل ده، ما ينفعش مروان عطيه ما يكونش موجود، النني لو هتستخدمه كلاعب رقم 8، زيزو ما يكونش موجود في وسط الملعب، والتالت اما يكون حمدي فتحي او مروان او 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 امام عاشور. وطبعا في الثلاثي الامامي لا شك طبعا ان محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه او مرموش. تريزيجيه حاليا بيقدم مستويات كويسه جدا، ومرموش الاداء اللي بيقدمه مع فرانكفورت في مركز رقم 9 بيخليني دايما افكر ان هو ليه ما يكونش هو المهاجم البديل لمصطفى محمد. وليه ما يكونش المهاجم الثاني اللي جنب تاني هو مصطفى محمد؟ بالظبط، لو عايز العب اثنين مهاجمين ليه ما يكونش هو المهاجم الثاني؟ بالامام بالظبط بلعب بمصطفى ومرموش ومحمد صلاح وينج رايت، وينج رايت زي ما بيلعب، وتريزيجيه وينج بالظبط، ليفت، واحط وينج ليفت، اثنين احط لعيبه وسط اثنين ملعب وسط اقوياء ملعب جدا في وسط اقوياء الملعب لو انا عايز واخلي العب بالشكل واشوف ده الدنيا تمشي ازاي. بالظبط، ولكن لو انا هلعب ب 4 3 3 الشكل اللي اعتمد عليه فيتوريا خلال الفترات الاخيره، فلا لازم يكون مروان عطيه والنني واما حمدي فتحي او امام عاشور. والرباعي الخلفي انا مع الدفع باحمد فتوح، عنده خبرات من البطوله اللي فاتت، حقيقي عنده مهارات وفي الناحيه الدفاعيه كويس زي محمد حمدي، وفي الناحيه الهجوميه افضل من محمد حمدي بمراحل. فانا اظن انه التغييرات انت محتاج تغييرين في التشكيله، خروج زيزي ونزول مروان عطيه وتزق النني في مركز رقم 8 وتنزل احمد فتوح مكان محمد حمدي، بقيه التشكيله ما عنديش مشكله فيها. حجازي ما في عندكش مشكله؟ اللعيبه ما عنديش مشكله في حجازي، لانه حجازي من شخصيات اللعيبه اللي لما بترجع من اصابه هو بيديك الايحاء ان انا راجع مكاني محجوز، لان انا شخصيه ولان انا وجودي في الملعب مهم جدا، وهيجيب حجازي هيجي اداؤه مع طبعاً الوقت طبعاً. ولكن عندي تحفظ على البديل بتاع حجازي ومحمد عبد المنعم، لازم يكون ياسر ابراهيم، لان السرعات واضح جدا ان احنا عندنا مشاكل في السرعات، واكتر لاعب عنده سرعات في اللعيبه الثلاثه اللي موجودين علي جبر واحمد سامي وياسر ابراهيم هو ياسر ابراهيم، ومع الاداء اللي قدمه مع الاهلي خلال الفترات الاخيره لازم يكون موجود طيب. كبديل لحجازي اخر محمد حاجه عبد بس المنعم. مش عايز اربط المباراه او التشكيله امام غانا بالمباراه الاخيره، بمعنى الاخطاء اللي احنا شفناها واللي شرحها مصطفى كده، لا انا عايز اشتغل على الخصم،
غانا بتلعب ازاي. زي ما بنقول ان عندهم فول باكس بيلعبوا الكروسات بشكل كويس جدا. فانا انا بشوف ان فيتوريا مش هيبص للناس كلها بتقوله، هو هيعمل اللي هو عايزه اللي هو عايزه. بس انا بتكلم لو انا عايز اواجه غانا بشكل قوي جدا، انا شايف ان محمد حمدي يفضل. ليه؟ لان انا عندي فول باك بيزيد في ناحيه الشمال عندهم او ناحيه اليمين، فالراجل ده بيقوم بالمهام الدفاعيه بشكل افضل من فتوح. فتوح طبعا عنده الناحيه الهجوميه افضل من حمدي. الناحيه الثانيه ناحيه اليمين محمد هاني بنفس الكلام. قلوب الدفاع حضرتك لما كنت بتشرح دلوقتي الهدف او الهدفين اللي دخلوا فينا، سببهم الاساسي هو الكوميونيكيشن، مفيش التواصل كلمة الكلام واحدة تخلص الموضوع. فانا شايف ان ياسر ابراهيم خاصه الفريق اللي احنا بنقول عليه غانا بيلعب الكروسات او الكرات العرضيه بشكل كويس جدا ومميزين فيها يا كابتن اسلام، انا شايف ان الكوميونيكيشن ما بين ياسر والكيمياء ما بينه وما بين محمد عبد المنعم الفترات الطويله جدا بالمشاركات معاهم مع النادي الاهلي هيلعب دور كبير جدا في ان هو يقفل على مفاتيح او الكرات الخطيره اللي ممكن تلعبها غانا لو شكلت علينا خطوره. ده الناحيه الدفاعيه بشكل كبير جدا. الناحيه نص الملعب خلاص كلنا متفقين، وحتى نني زاد 8 بدانا ان احنا نتمنى نلعب طبعا بمروان هيلعب دور كبير جدا معاه، وبالنسبه طبعا لو في الناحيه الهجوميه شويه يبقى امام عاشور. بالنسبه بقى زي ما اتكلمنا، انا اتمنى ان احنا نبدا بعمر مرموش ونبدا ان احنا على حسب سير المباراه يخش مثلا 9.5 او مهاجم تاني، وطبعا محمد صلاح نحرره بقى، الراجل بيلعب طول حياته يعني جناح يمين وخطورته بتظهر بشكل كويس جدا. شفنا التمركزات عند منتخب غانا واللعب بالكرة على الأرض أو الواحد على واحد، هما بالنسبة لهم دي بتشكل عليهم خطورة كبيرة جدا، وإحنا عندنا اللعيبة والكواليتي اللعيبة اللي تقدر تصنع الفرق في الحتة دي. إن شاء الله يكون يعني الفوز لمنتخبنا الوطني 3 إن شاء الله. إن شاء الله. انت كنت قايلها لي بره الهواء، قلتها على الهواء. احساس غريب جدا. ربنا يكرم يا رب ويستطيع منتخبنا الوطني، لان احنا الحقيقه كلنا في ظهر منتخبنا. زي ما قلت في بدايه كلامي، قد يكون هناك بعض الانتقاد وده طبيعي، قد يكون هناك بعض الزعل وده طبيعي ايضا، ولكن في النهايه مصر كلها في ظهر منتخبنا الوطني. انا بشكرك جدا يا محمد مصطفى على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا جزيلا يا محمد الباز على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن اسلام، كل التوفيق ان شاء الله منتخب يا رب مصر. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال المباراه القادمه، وبعد ما نخلص من المباراه اللي جايه يحلها الف حلال ونستطيع ان نفوز في المباراه اللي بعدها كمان ان شاء الله. تفاؤل كبير جدا وامنيات طيبه لمنتخبنا، ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز.